نجت عتابو تخطف الأنظار رفقة ابنتها سامية وابنها وادع الذي أصبح شابا وسيما. إليكم التفاصيل. شاركت الفنانة المغربية نجت عتابو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام صورة لها رفقة ابنها وادع والتي تم التقاطها لهما وهما على متن يخت في تركيا. ونشرت الفنانة نجت عتابو الصورة التي جمعتها بابنها وادع الذي غاب مدة طويلة عن الظهور معها عبر السوشيال ميديا حيث خطف الأنظار معا. وكتبت نجت عتابو تدوين أرفقتها مع الصورة التي جمعتها بابنها وادع والذي غاب مدة طويلة عن الظهور معها عبر السوشيال ميديا حيث خطف الأنظار معا. وكتبت نجت عتابو تدوين أرفقتها مع الصورة التي جمعتها بابنها قائلة: ابن حبيبي وادع الله يحفظه يا رب والله يحفظ لكم وليداتكم. وعبر متابعو الفنانة نجت عتابو وجمهورها عن إعجابهم بإطلالة الفنانة رفقة ابنها، لا سيما أنها لا تشارك صورا كثيرا مع ابنها عكس ابنتها سامية دلال التي دائما ما تظهر معها في مناسبات عدة وصور متعددة. وكتبت الفنانة نجت عتابو تعليقا على الصورة التي جمعتها بابنتها سامية وابنها وادع قائلة: مع وليداتي الغاليين الله يحفظهم ويخليهم لي يا رب والله يخلي لكم وليداتكم.